الباي مثلا وصلوا مثلا انا فروشي ما وصل فروشك بصلانك هسه هسه بجيب لي الطير خروف يا ريس اطبحوه اطبح شنو خليت الباي بدي اطبح الطير هيها انا يلا ما تمشينا خلينا نمشي ما سكت الحجه دي انا دي انا ده حجم ناظر هايت يا حبوب حبوب هايت ده يا حي قروشك في الكشك كشك انا حبيبي كنت عاوين يا ريس كنت في الثلاجة كشك ولا ثلاجة انت قروشك في الكشك بتاع هسه بحاول لك هسه لأول مرة بالسودان ومن موبايلك طوالي حول واستقبل أي قروش من أي مكان ولأي إنسان في السودان مع خدمة هسه قروشك بتصلك هسه فورية سهلة وآمنة خدمة هسه من بنك الخرطوم لمشتركي زين